مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. تشهد أسعار الذهب موجة انهيارات حادة بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، هذا بعد عقب انتخاب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرح المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة لتداول الذهب عبر والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بالفعل تراجعا حادا بنحو 105 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3755 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بنحو 80 دولارا لتسجل مستوى 2660 دولارا. وشهدت أسواق الذهب أمس الثلاثاء تعليق بعض تجار الذهب الخام بالسوق المحلي عمليات البيع، واكتفوا بالفعل بالشراء فقط بفعل مخاوف تحريك سعر صرف الدولار وتقييم الذهب على سعر دولار قد يتجاوز 50 جنيها، هذا للتحوط من الارتفاعات المتوقعة بالبورصة العالمية. هذا الأمر الذي قد يدفع الذهب والدولار لمستويات جديدة، كما وأوضح إمبابي أن عمليات البيع الطفيفة التي تمت بالفعل داخل السوق بعيدة تماما عن الأرصدة الأساسية لتجار الخام وتتم فقط على المشتريات اليومية من البيع العكسي للمواطنين، هذا تجنبا للمخاطر بالأرصدة الأساسية من الذهب. وتشهد أسواق الذهب حالة من الطلب المرتفع مع تحرك بالفعل لسعر الدولار بالبنوك ومخاوف المواطنين من استمرار الارتفاع لا سيما مع نقص المعروض، وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتم بعمليات بيع تتراوح بين 3860 جنيها و 3850 جنيها لجرام الذهب عيار 21. كما وأشار إمبابي أن الأسواق غير مستقرة في هذه الأوقات الحرجة التي تشهد تقلبات سعرية أو موجات من الارتفاعات الكبيرة أو الانخفاضات غير مواتية لعمليات الشراء والبيع، وتحمل مخاطر كبيرة، وقد نصح إمبابي المواطنين بضرورة الانتظار لحين استقرار الأسعار واتضاح الرؤية عقب قرار الفيدرالية الأمريكية بشأن مصير أسعار الفائدة الأسبوع الجاري. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بصورة حادة بالبورصة العالمية عقب فوز ترامب ب 277 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. فقد أوضح إمبابي أن تراجع الذهب جاء متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته بفعل التوقعات بأن توجهات دونالد ترامب الاقتصادية وخفض التعريفات الجمركية سيعزز من قيمة الدولار، ومن ثم سيكون تأثيره سلبيا على الذهب. لهنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، بنشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم ملك ريان، شكرا لكم وإلى اللقاء.